think that do compose and constitute identity. جامعة الصيفية اللي كتنظم كينظمها القطاع المغاربي المقيمين بالخارج هو برنامج دبوع ثقافي وهوياتي بامتياز كتسهر على تنزيله الوزارة لفائدة أبناء الجالية خصوصا الأجيال الصاعدة. المشاركين في هذه الدورة يبلغ عددهم 300 مشاركة ومشارك قادمون من ما يزيد عن 30 بلد إقامة بالخارج. خلال هذه الدورة ستكون لهم المناسبة أن يشاركوا في عدد من الورشات والأنشطة التي سوف يؤثرها أساتذة وباحثون مغاربة. ستكون لهم أيضا هنالك المناسبة أن يتعرفوا عن قرب عما تزخروا به هذه الجهة، جهة الرباط سلا. ستكون لهم أيضا مناسبة أن يتعرفوا عن قرب على ما حققه المغرب من تقدم في عديد من المجالات من خلال زيارات ميدانية. أذكر أيضا بأن هذا البرنامج كاين دارج في إطار كل ما يتعلق بالمواكبة في إطار عملية مرحبة اللي كيشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه من بين البرامج التي ينظمها قطاع المغاربة المقيم الخارج خلال هذه الفترة، أي فترة المقام الصيفي لأفراد الجالية المغربية بالمغرب. الصراحة كانت فرصة بزاف زوينة أني شاركت في هذه الجامعة الصيفية. كنظن أنها فرصة لنا كاملين حنايا الجالية المغربية اللي عايشين بالخارج باش نطوروا من راسنا وباش نتعرفوا على بعضنا بالأحسن. وصراحة كانت تاني فرصة باش نتعرفوا على بعضياتنا وفرصة تاني باش نكتشفوا بلادنا ونعرفوا شنو فيها شنو ما فيهاش ونشاركوا في المشاريع اللي غاديرهم المغرب ونكتشفوا أكثر وأكثر. فينا عاوتاني شي جولة في الميوزي وخدمنا عاوتاني المناطق التاريخية هي هذيك القصبة وداك الشيء. فوالا كانت زعما شي حاجة بزاف بزاف زوينة رائعة عجبتنا وغادي نمشيو إن شاء الله لطنجة غادي نكتشفوا طنجة شنو فيها شنو ما فيهاش. والصراحة ربط بزاف زوينة وبزاف بزاف عجبتني. أول شيء الرسالة ديالي غتكون ليزيتيديون غنقول لهم اونفان لي جون اون جينيرال غنقول لهم ما تسمحوش في قرايتكم أول شيء. وزعما اي واحد كان باغي يطور من راسو ويكتشف بلادو ويشارك في لونيفرسيتي ديتي هاديه راه فرصه بزاف زوينه وكتعطي زعما مستوى مزيان. و فوالا كل واحد ما يخليش قرايه ديالو هي سي لو بلوز امبورطون. احنا جينا هون نشارك بالمصيف عشان نتعرف على العادات والتقاليد والثقافه المغربيه اكثر بعمق. اجينا لهون عشان عن جد نشوف ونعيش المغرب اللي هي احنا اللي هي نصنا. المصيف هون بعطينا تجارب غير بيجي بحطنا بين الشعب بيقعدنا معكم وبعرفنا على ناسنا. انا كثير كثير صراحه محظوظه انه احنا هون وان شاء الله تستمروا والله يعطيكم الف صحه وعافيه. انا كنت هون اخر مره بالمغرب قبل 10 سنين كان عمري 12، انا هون هلا عمري 22 والمغرب يعني ما تذكرتش انها هالقد حلوه هالقد يعني بحس بفخر انه هذه نصي انه انا مغربيه. المغرب كثير كثير حلوه، الناس طيبه كثير، بيعاملوا باحترام عن جد يعني إشي ما كانش الواحد متخيله. المغرب كثير حلو، تعالوا تعرفوا عليكم، تعرفوا على ذاتكم، على نصكم الثاني. عن جد تعالوا شوفوا امشوا بين الناس، ما تيجوش على متاحف واشياء الكل بيعرفها، فوتوا عن جد بالعمق وبتلاقوا انه عن جد فيش احلى منكم، فيش احلى منا المغاربه. Compose and constitute identity is cosmology, worldview. What the Germans call